المنتصرون يربحون أولاً ثم يذهبون إلى الحرب، بينما المهزومون يذهبون إلى الحرب ثم يسعون بعد ذلك للفوز. من يرغب في القتال يجب عليه دائماً أن يحسن حساباته. أهلاً بكم في عسكري تاليا. شركة لوكهيد مارتن الأمريكية تعلن نجاح اختبارات نظام الاتصالات الخاص بصواريخ دفاع الجيل المقبل. هذا النظام سيتيح إرسال واستقبال البيانات إلى الصاروخ أثناء رحلته الاعتراضية بسرعة فائقة، بغض النظر عن الظروف البيئية المحيطة بهذا الصاروخ. صواريخ اعتراض الجيل الجديد تهدف لحماية الولايات المتحدة من التهديدات الباليستية المستمرة. شركة بايكار التركية تنشئ مصنعاً للطائرات المسيرة في أوكرانيا. الشركة المنتجة للطائرة المسيرة الشهيرة بايركتار خصصت 95 مليار دولار للاستثمار في أوكرانيا خلال السنوات العشر المقبلة، على أن تبدأ بناء هذا المصنع خلال هذا العام. شركة الصناعات الفضائية الكورية الجنوبية تعرض على مصر طائرة جولدن إيجل للتدريب المتقدم والهجوم الخفيف، مع إمكانية التصنيع المحلي لعدد 100 طائرة من هذا الطراز داخل مصر. يتميز طراز FA-50 جولدن إيجل بتوافق عالي مع المقاتلة الرئيسية للقوات الجوية المصرية F-16، حيث تسعى مصر لاختيار طائرة تدريب جديدة لقواتها الجوية بحلول عام 2023. حالة ترقب وقلق كبيرة يعيشها العالم خلال الفترة الماضية نتيجة تصاعد التوتر بين الصين وتايوان. هذه الحالة تصاعدت بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، هذه الزيارة التي اعتبرتها بكين استفزازا أمريكيا. على الجانب الآخر، ردت بكين بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية، أمر وصفته تايوان بأنه تدريب يحاكي الهجوم على الجزيرة، بل ومحاولة للاستيلاء عليها. إلى أين ستذهب الأمور؟ وهل هي مرشحة للتصاعد خلال المرحلة القادمة أم لا؟ وكذلك ما هي أيضا السيناريوهات المحتملة؟ هذا ما سنتعرف عليه مع الدكتور جراهام ويب، البروفيسور والباحث بجامعة نانيانغ السنغافورية. أولا دكتور جراهام، أهلا بك معنا في عسكري تاليا. ما هي السيناريوهات العسكرية المحتملة ما بين الصين وتايوان خلال المرحلة القادمة؟ أعتقد أن الحكومة الصينية لديها عدة خيارات مطروحة على الطاولة. أحد السيناريوهات المحتملة هو الاستمرار بالتدريبات العسكرية الحالية التي شهدناها خلال الأيام الماضية لتستعرض قوتها وتعرقل النشاطات الاقتصادية في مضيق تايوان، إلى جانب تأثيرها على الحكومة التايوانية. سيناريو آخر وهو عزل جزيرة تايوان، حيث يقوم الجيش الصيني من خلال البواخر والطائرات بمحاولة عزل الجزيرة عن بقية العالم من أجل فرض الضغط على حكومة تايوان لكي تختار التفاوض مع الحكومة الصينية والتحدث عن الوحدة. أما أسوأ سيناريو محتمل فهو القوة العسكرية المباشرة، فباستطاعة الجيش الصيني الاستيلاء على بعض الجزر التايوانية الصغيرة والقريبة من الساحل الصيني. وسيناريو آخر هو قيام الجيش الصيني بعمليات عدائية أكثر ومحاولة غزو تايوان عبر قصف الجزيرة وإرسال الجنود للاستيلاء عليها. هذه بعض السيناريوهات المحتملة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ونأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد. في حالة الحديث عن سيناريو الاجتياح من قبل الصين لتايوان دكتور جراهام، هل لدى تايوان القدرات الدفاعية التي تستطيع من خلالها التصدي لأي محاولة صينية في هذا الإطار؟ موضوعيا تايوان ليس لديها نفس القدرات التي كانت تمتلكها قبل 15 عاما، وقدرات الجيش الصيني تفوق بكثير نظيره التايواني، فتايوان بحاجة إلى المزيد من الموارد والأسلحة والذخيرة، ولهذا السبب تطالب حكومة تايوان الحالية حكومة أمريكا بالمزيد من المساعدة. هذا هو الموقف العسكري الحالي، وأعتقد أن الصين تعزز تدريبات
قوتها لأنها أكثر ثقة من الجيش التايواني. دكتور جراهام، فيما يتعلق بالجغرافيا المحيطة بتايوان، يعني كوريا الجنوبية وكذلك الفلبين وأيضا اليابان، وهؤلاء هم حلفاء أقوياء وعسكريين للولايات المتحدة، هل تعتقد بأن وجود تايوان بجانب هذه الدول سيمنحها أفضلية جغرافية وكذلك سيمنح القوات الأمريكية في هذه المنطقة أريحية للعمل في حالة أي رغبة أمريكية لمساعدة تايوان حالة اللجوء إلى أي عمل عسكري في أي وقت؟ That's an excellent question. I think it's quite clear that the United States has. هذا سؤال وجيه. أعتقد أنه من الواضح أن الولايات المتحدة لديها عدة حلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وشمال شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية واليابان، وهما حليفان أساسيان لأمريكا، ويمكن أن يقدما لتايوان المساعدة إذا ما حدث تصعيد مع الصين. ويبدو أن الأمور لا تصب في مصلحة الصين، لأن هناك العديد من الحلفاء ممن يفوقون الصين عددا، لكن ما تمتلكه الصين هو القوة العسكرية الكبيرة التي طورتها على مدار 20 عاما الأخيرة، وتمركز قواتها على الشاطئ الشرقي وتوجيهها صوب تايوان، ما يسبب لأمريكا بعض القلق ويجعل النزاع أمرا خطيرا ومكلفا على جميع الأطراف. دكتور جراهام، هناك من يعتقد بأن ما يدور الآن ما بين روسيا وأوكرانيا في حال استطاعت روسيا أن تحسم معركتها في أوكرانيا، هذا الأمر سيشجع الصين على اتخاذ نفس الخطوات تجاه تايوان، هل تتفق مع هذه الرؤية أم لا؟ كل واحد لديه تحليله الخاص، وبرأيي إذا ما تمكنت روسيا من احتلال الأراضي الأوكرانية خاصة في منطقة الدونباس جنوب شرق أوكرانيا، فهذا على الأرجح سيشجع الحكومة الصينية على الاستيلاء على بعض الأراضي التايوانية أملا في أن تفلت بفعلتها أيضا. فنعم، حسب تقييمي فإن ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا في الحرب الحالية هناك سيكون له الأثر على أسلوب تفكير الحكومة الصينية باحتلال تايوان. دكتور جراهام ويب، الباحث والأستاذ بجامعة نانيانغ السنغافورية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. صاروخان يتمتعان بقدرة تدميرية عالية ظهر مؤخرا في التدريبات الصينية الأخيرة حول تايوان. هناك من الخبراء من يعتقد أن هذه الصواريخ تم إعدادها خصيصا لأي هجوم صيني محتمل ضد الجزيرة التي تؤكد بكين أحقيتها بها، DF-15 وDF-16. هذه الصواريخ تعود لعائلة صواريخ دونغ فينغ البالستية الصينية، والتي تعني باللغة الصينية الرياح الشرقية، كما أنها تعد من فئة الصواريخ قصيرة المدى. صاروخ DF-15 دخل الخدمة في تسعينيات القرن الماضي، بينما ظهر صاروخ DF-16 للمرة الأولى في عام 2015 في أحد العروض العسكرية للجيش الصيني، لكن يعتقد أنه دخل الخدمة ما بين عامي 2011 و2012. صاروخ DF-15 مداه الأقصى يصل إلى 900 كيلومتر، كما يمكنه حمل نحو 750 كيلوغرام من المتفجرات. أما صاروخ DF-16 فيبلغ مداه 1000 كيلومتر، لكنه يستطيع كذلك حمل أكثر يصل إلى 1000 كيلوغرام من المتفجرات. الصاروخان لديهما القدرة على حمل رؤوس حربية تقليدية، إلا أن صاروخ DF-16 يتميز بقدرات أكبر، سواء من ناحية دقة الإصابة أو السرعة أو حتى قوة التدمير، وتحديدا قدراته الكبيرة في اختراق تحصينات العدو. في فبراير من عام 2017 نشر الجيش الصيني مقطع فيديو أظهر نوعين من صاروخ DF-16، النسخة الأصلية والتي تتميز بجسم أكثر ديناميكية،
وجاء هذا الصاروخ مشابها بشكل كبير لشكل الرصاصة كما ترونه. النوع الآخر والشكل الآخر ظهر أحدث وكذلك مزود بزعانف لحركة أكثر انسيابية لهذا الصاروخ. بعض المراقبين يعتقدون أن هذا الصاروخ صمم خصيصاً لتخطي منظومات باتريوت الأمريكية والتي تمتلكها تايوان للدفاع ضد الصواريخ البالستية. لكن طبعاً نظراً لعدم خوض هذه الصواريخ تجربة حية ومباشرة ما بينها وما بين منظومات باتريوت، لا نستطيع حسم هذا الأمر. بعد الفاصل، كيف تصنع الكاميرات التكتيكية المتطورة الفارق في الميدان؟ من تكون لديه قدرة أكبر على رؤية الهدف تكون لديه قدرة أكبر على حسم المواجهة وربما قبل بدايتها. من هنا تأتي أهمية امتلاك الجنود للقدرات التقنية التي تمكنهم من رؤية الأهداف من مسافات بعيدة سواء في الليل أو في النهار. شركة تيليداين فيلير الأمريكية واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الكاميرات التكتيكية والتي يمكن أن توضع سواء على منصات برية أو بحرية أو جوية. هذه المنصات سواء كانت ثابتة أو متحركة، كما أيضا تنتج هذه الشركة أنظمة لرصد الطائرات المسيرة. لمناقشة أحدث منظومات التي تنتجها شركة تيليداين فيلير وكذلك خطط الشركة المستقبلية، معنا نائب الرئيس التنفيذي الدكتورة جن فيلي التي تنضم إلينا من الولايات المتحدة. دكتورة جن، أولا أهلا بك معنا في عسكري تاريا. مؤخرا فزتم بعقد مع الجيش الأمريكي لتوريد 500 روبوت للجيش الأمريكي. ما هو هذا الروبوت وكذلك ما الذي يميزه لكي يقبل به الجيش الأمريكي؟ Well, first of all, thank you for having me on this show. في البداية أحب أن أشكركم على استضافة في برنامجكم. بالنسبة للعقد الذي فزنا به مؤخراً فنحن فخورون جداً لتمكننا من الاستمرار بتزويد الجيش الأمريكي بروبوتاتنا البرية لدعم مهامهم. هذه الروبوتات متوسطة الحجم ويبلغ وزنها نحو 150 رطلاً، ولكنها تتميز بقدرات عالية جداً، وهي قادرة ليس فقط على الكشف عن التهديدات بل كذلك على التخلص منها. بالنسبة لشركة تيليداين فيلير فيحق لنا القول بأننا نزود أكبر عدد من الروبوتات البرية للحكومة الأمريكية وحول العالم. إنها روبوتات ذات قدرات عالية جداً، ونحن فخورون جداً لاستمرارنا في تزويد حكومتنا وحلفائها باحتياجاتهم الضرورية. دكتورة جي، فيما يتعلق بمنتجات شركة تيليداين فيلير، هل تقومون بإنتاج مجموعة من المعدات بعد ذلك تقومون بعرضها على الجيوش والمؤسسات، أم أنكم تعملون في منتجاتكم بناء على المتطلبات التي يطلبها العملاء؟ تيليداين فيلير وشركتنا الأم تيليداين هي شركة تكنولوجية متقدمة، فإذا ما اطلعنا على كل المناطق التي نعمل فيها حول العالم فسترى أن محفظتنا ثرية جدا فيما يخص الكفاءة والقدرات التقنية، ربما هي الأكثر ثراء في العالم. نعمل في الأغلب على تشكيل شراكة مع عملائنا حيث يقدم لنا العميل متطلباته ونقدم له بدورنا أفكارنا ومفهومنا ونعمل
نعمل معاً من أجل التوصل إلى أفضل الحلول لعملائنا. نحو 55% من موظفينا تقنيون متخصصون وخبراء موهوبون جداً. كما نستثمر الملايين من الدولارات سنوياً لعمليات البحث والتطوير الداخلية من أجل الاستمرار في الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة. لا شك في أننا نبحث في الإمكانات التقنية والابتكارات التي نستطيع تقديمها للسوق، ولكن الأهم أننا نعمل مع عملائنا لتلبية متطلباتهم ليس فقط لليوم بل للمستقبل أيضاً. دكتورة جي، فيما يتعلق بالمنظومات التي تقدمها تيليداين فلير، المنظومات المتعلقة بالأنظمة المضادة للمسيرات، ما هو موقع الأنظمة المضادة للمسيرات التي تنتجها تيليداين فلير أمام هذا التطور الكبير في مجال الطائرات المسيرة تحديداً؟ لا شك في أن مكافحة المسيرات باتت من أهم الموضوعات المتداولة حالياً، والكثيرون يواجهون هذا التهديد. وإذا ما اطلعنا على قدرات شركة تيليداين في هذا الصدد، فنحن لا نمتلك فقط المركبات غير المأهولة، بل كذلك الكاميرات التكتيكية التي ذكرتموها في مقدمتكم، والرادار وأجهزة الاستشعار متعددة الأطياف، والمنظومات تحت الحمراء التي تجمع بينها جميعاً. وعبر دمج تلك القدرات في منظوماتنا مع البرمجيات التي تتيح التواصل بين الأنظمة والمشغل، نستطيع تثبيت هذه المنظومة المدمجة لاكتشاف التهديدات وتوفير عدة خيارات للتعامل معها. كما أن هذا النظام المدمج لا يقتصر عمله على الأبراج الثابتة، حيث قمنا بتركيبه على مركبة خفيفة الوزن من أجل نقلها وتشغيلها عن بعد في المواقع الاستراتيجية المختلفة مثل المطارات والقواعد الجوية وأي بنية تحتية تستهدفها المسيرات المسلحة. فهذه من بين القدرات التي توفرها شركتنا، بينما نعمل في نفس الوقت مع شركائنا لتلبية احتياجاتهم وتوفير القدرات الإضافية التي يمكن أن ندمجها في منظوماتنا لمكافحة المسيرات. دكتورة جي، أين موقع تيليداين فلير في الشرق الأوسط؟ وهل تسعون فقط لتسويق منتجاتكم أم تسعون كذلك إلى شراكات مع الشركات الموجودة هنا في الشرق الأوسط؟ تيليداين وتيليداين فلير لديهما علاقات قوية وطويلة الأمد مع شركائنا وعملائنا في الشرق الأوسط. أنا شخصياً سررت بزيارة دبي وأبو ظبي والرياض وعمان خلال 12 شهراً الماضية، فأنا سعيدة جداً بلقاء شركائنا في المنطقة ومعرفة أنهم استخدموا منتجاتنا في مهماتهم الجوية والبحرية، كما أن منتجاتنا هي المفضلة بالنسبة إليهم. نحن فخورون جداً بعلاقاتنا معهم التي تعود لسنوات طويلة، وفي نفس الوقت لدينا عدة اتفاقات مع عدة أطراف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تمكننا من دمج قدراتنا في مركباتهم العسكرية. والأهم من كل ذلك، فقد قمنا بإعداد عدة مراكز خدمات في دول مختلفة من المنطقة لكي نتمكن من تقديم خدمات الإصلاح والصيانة لعملائنا إذا ما أرادوا إصلاح الأنظمة بشكل فوري. إذن لدينا مراكز خدمات في مواقع متعددة، كما نستمر في دعم مبادرة التوطين التي تركز عليها المنطقة. هذه هي البداية فقط، ومنطقة الشرق الأوسط هي شريك استراتيجي مهم جدا بالنسبة لنا، وأنا متأكدة من أننا نستطيع فعل الكثير، ولذلك نتطلع لتأسيس المزيد من العلاقات والشراكات لتعزيز السلامة وأمن المنطقة. دكتور جين فيلي، نائب رئيس شركة تيليداين فلير الأمريكية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. أحد الأسلحة التي كانت لها بصمة بارزة في حروب عدة، بل وتطور أيضا ليصبح أحد أعمدة القوات الخاصة في الجيوش الحديثة، سلاح المظلات. المظليون هم الجنود الذين يتم إنزالهم بواسطة مظلات خلف خطوط العدو لتنفيذ مهام محددة، إما في سياق عملية عسكرية أو حتى في سياق تنفيذ مهام استخباراتية كجمع المعلومات أو تنفيذ عمليات اغتيال أو حتى مهاجمة وتدمير أهداف محددة خلف خطوط العدو.
المظليون يلحقون عادة بالقوات الخاصة، كما يخضعون لتدريبات متعددة تؤهلهم للاعتماد الكامل على النفس، بل وخوض المعارك وإتمام المهام المنوطة بهم بمفردهم. من أوائل من استخدم المظلة في عملية عسكرية كان ملازم إيطالي يدعى أليساندرو تاندورا، حيث كلف هذا الملازم بمهمة استطلاع وتخريب خلف خطوط العدو وتحديداً القوات المجرية النمساوية في عام 1918. لكن أول من استخدم المظليين في عمليات عسكرية كبيرة كانوا الألمان خلال الحرب العالمية الثانية، كما كذلك أيضاً بدأت بعدها قوات الحلفاء بتشكيل مجموعات قتالية منظمة للمظليين، حيث تعد عملية إنزال النورماندي في عام 1944 هي أحد أكبر الإنزالات الجوية في التاريخ العسكري. مع تطور الأسلحة باتت لدى الجيوش فرق خاصة للمظليين، هذه الفرق مجهزة بمدفعية ودبابات خاصة. هذه المدفعية والدبابات تتميز بحجم أصغر وكذلك وزن أخف لتتمكن الطائرات من نقلها بشكل أسرع إلى ميدان المعركة. لكن وعلى الرغم من تطور عمل المروحيات الهجومية في تنفيذ عمليات نقل الجنود خلف خطوط العدو، إلا أن عمل القوات المظلية ما زال ضروريا ومهما حتى في الحروب الحديثة. هناك أمثلة مثلا على هذا الأمر حينما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية سلاح المظليين في حربها في أفغانستان. لكن طبعا مع تطور التكنولوجيا الموجود الآن يظل التساؤل عن مدى قدرة هذا السلاح وجدواه في ظل التطور التكنولوجي والذي أصبح معتمد بشكل أكبر على المنظومات المسيرة. قبل بداية أي معركة يكون الشاغل الرئيسي للقادة هو بيئة المعركة ومدى قدرة القائد على توفير الاحتياجات اللوجستية لجنوده في الميدان. من هنا كانت دائما تأتي صعوبة ما يسمى بحروب الصحراء، فلماذا توصف هذه الحروب بأنها حروب صعبة؟ وكذلك ما هي أبرز تلك الحروب؟ لا ريب أن حروب الصحراء تعد من أصعب أنواع الحروب نظراً للمناخ القاسي وندرة المياه التي تجبر قادة القطاعات على ربط تحركاتهم ومواقعهم بأماكن توافر المياه القريبة في الواحات والمدن والبلدات، وهو ما يفسر اقتران ذلك النوع من الحروب بالسيطرة على المناطق السكنية. يضاف إلى ما سبق طبيعة الأرض الجرداء التي تجعل من عملية إخفاء المعدات والأسلحة وحماية الجنود أمراً صعباً للغاية، في حين أن الكثبان الرملية تحد من تنقل الأليات الثقيلة، وهنا يكون لزاماً على القوات العسكرية استخدام أعداد كبيرة من الأليات والعربات المدرعة ذات الحركة السريعة لتحقيق أي تقدم في حرب الصحراء. ولعل من أشهر حروب الصحراء في العصر الحديث تلك التي دارت في شمال أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية بالعلمين، التي خاض فيها القائد الألماني إيروين روميل والملقب بثعلب الصحراء حرباً مع خصمه القائد البريطاني برنارد مونتغمري، التي انتهت لصالح الأخير رغم تفوق روميل في بداية تلك الحرب. آخر حروب الصحراء كانت عاصفة الصحراء لتحرير الكويت من الغزو العراقي، وانتهت في شهر فبراير العام 1991 عندما قامت أرتال من دبابات التحالف الدولي بالتقدم على أكثر من محور في المنطقة الصحراوية بين الكويت والسعودية والعراق، حيث تمكنت من تحرير كامل الأراضي الكويتية، وساعدت السيطرة الجوية المطلقة لقوات التحالف في حسم الهجوم بوقت قصير. وعلى الرغم من أن التقدم التكنولوجي كالآليات المزودة بأنظمة التكييف وتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه قللت ولو جزئياً من صعوبة معارك الصحراء، إلا أن تلك المعارك تبقى خطرة على الوحدات العسكرية كما أسلفنا بسبب سهولة رصدها من قبل قوات العدو وخاصة الجوية منها.
حلقة عسكري تارية لهذا الأسبوع قد انتهت. الأسبوع المقبل المزيد من الأسلحة والمزيد من الصفقات. في أمان الله.